أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، وبجدد لقائنا النهاردة من برنامجكم نور الحياة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، وهنتكلم فيه عن موضوع المناظير وأهمية المناظير في الحقن المجهري. النهاردة هنواجه أسئلة كتير جدا لضيفتي المنورانا ومشرفانا، حابين إن احنا نناقش معاها بهذا الموضوع، لأن الحقيقة في الوقت الحالي اللي احنا فيه موضوع الحقن المجهري فتح أبواب كثيرة جدا للأمل للي اتحرموا من نعمة الخلف. فالنهاردة معايا ضيفة متمكنة في هذا الموضوع وصاحبة قيمة علمية واسم كبير في هذا المجال. خطوة بخطوة النهاردة هنتكلم معاها عن ما هي أنواع المناظير وأهمية المناظير في عملية الحقن المجهري. بس اسمحوا لي في البداية أن أنا النهاردة برحب بضيفتي المنوراني والمشرفاني النهاردة الأستاذة الدكتورة دكتور أمل راغب، استشاري الحقن المجهري للنساء والتوليد، دبلوم الحقن المجهري من مستشفيات بريمير ببريطانيا. نورتيني يا دكتور، وعلى المستوى الشخصي أنا سعيدة جدا أن أنا النهاردة بقابل حضرتك، وسمعنا عن حضرتك كتير جدا، وعارفه ان انت حضرتك ما شاء الله اسمك مسمع في هذا المجال. فطبعا احنا كلنا عارفين طبعا ان موضوع الحقن المجهري وناس كتير جدا كانوا اتحرموا من نعمه الانجاب، فحبيت النهارده ان انا اجيب حضرتك حقيقه بالاخص عشان تكلمينا في هذا الموضوع باستفاضه كامله يا دكتور. الاول يعني اقول لك ميرسي جدا عليكي، ويعني استضافتك وعلى التقدمه الرقيقه الجميله دي، ويعني واشكرك انت فعلا من المساعدات اللي انا كان فعلا نفسي ان انا اكون معاكي. انا اكتر والله وانا فرحانه بوجودي معاكي النهارده، لان انت فعلا يعني انسانه متميزه. شكرا. وحلقاتك مهمه، وفعلا بتدوري على المواضيع المهمه. شرف كبير جدا ليا والله ان حضرتك يعني استاذه كبيره يعني تقولي كده. ميرسي جدا ليكي. اتفضلي. انا الاول يا دكتور عايزين نعرف طبعا زي ما قلنا موضوع المناظير هو كان طفرة علمية كبيرة جدا وله تقنية معينة يا دكتور، وناس كتير جدا في ناس كتير ما بيعرفوش باستفاضة كاملة. فالنهاردة عايزين نعرف ايه هي انواع المناظير ودورها برضو في موضوع الحقن المجهري. بس هناخدها كده خطوة خطوة عشان برضو ايه السادة المشاهدين معانا. احنا فعلا في طفرة كبيرة جدا 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 في الفترة الاخيرة في موضوع المناظير، سواء مناظير في جميع التخصصات طبعا العلمية، وبالنسبة لنا في النساء سواء في مناظير البطن او مناظير الرحم. الحقيقة كمان كان في تطوير في أنواع مناظير البطن نفسها، وكمان حصل تطوير في أنواع مناظير الرحم. يعني أنواع مناظير البطن اللي كانت موجودة من كام سنة مختلفة، والآلات اللي احنا اوريدي كنا بنستخدمها اختلفت كتير قوي في السنوات الأخيرة. اتطورت كتير يا دكتور عن الأول. يعني حتى دلوقتي يعني احنا قريب هيبقى في مصر كمان تكنيك عالي جدا من المناظير اللي بتبقى كمان عن طريق الرابط. يعني ممكن اساسا استشاري يبقى معانا في بريطانيا ولا في اوروبا ولا في اي حاجه، وبيعمل لي عمليه منظار لسعيدة عندي هنا وهي في مصر وهو قاعد في بريطانيا، وعن طريق الرابط وعن طريق يعني خلاص اوفر سيز. بسم الله ما شاء الله يبقى دكتور يعني، والحمد لله عمليات المناظير دلوقتي تطورت. امل كبير لكل اللي ربنا حرمهم من نعمه الخلف ان شاء يعني الله. يعني في تطوير يعني فعلا زي الصاروخ الفتره اللي فاتت دي. احنا دلوقتي حتى بنقول احنا هيبقى مش فاضل لنا غير ان نطلع البيبي كده، مش هيفضل لنا غير البيبي بس اللي طلعه من غير منظار، لان في تطوير. وطبعا في الحقن المجهري احنا طبعا طبعا حاجات كتير جدا بسبب التطويرات دي فرقت معانا في الحقن المجهري، وكمان المناظير الرحميه فرقت كتير قوي في التطوير ده. والتشخيص كمان يا دكتور يعني بيفرق برضه. يعني طبعا لما اتطورت عندنا الكاميرات الالات اللي احنا بنستخدمها، فبقت الرؤيه احسن، وان انا اشخص وان انا اعالج من غير ما يبقى فيه مشاكل للسيده. انا يعني وكذلك في الرحمي انا بقى عندي دلوقتي ممكن ان انا اعمل منظار في رحمي في العياده بدون بنج بدون الم وبدون بدون اي حاجه، وبكفاءه عاليه جدا جدا في الرؤيه. يعني مش لازم يا دكتور مستشفى وتحضيرات بعضهم وبعضهم يعني، بس بقى في بس بقى في الامكانيه بتاعت حاجه زي كده اللي كانت زمان اصلا مش موجوده. فطبعا التطوير فيعني لو احنا مثلا اتكلمنا عن المناظير البطن المنظار البطن هناخدهم الاول كده دكتور نعرفهم للمشاهدين هم انواعهم ايه دكتور، اللي هم الخاصين بالرحم بالنساء والتوليد. في احنا عندنا في حاجه اسمها منظار بطني وفي حاجه اسمها منظار رحمي، وبعض السيدات ساعات بيختلط عليهم التسميه دي. طالما ان الدكتور علق لها على الرحم والمبايض فبتتكلم على انه منظار رحمي وخلاص. الحقيقه ان منظار البطني بنطلق عليه على المنظار اللي بيدخل عن طريق البطن، عن طريق فتحات في البطن بتبقى فتحه او اثنين او ثلاثه او اربعه على حسب الحاله، وانا داخله بس اشخص بس ولا داخله كمان اشخص واعالج. يعني المنظار
منظار البطن يا دكتور بتتعمل له فتحه في البطن بالظبط، والمنظار الرحمي ده اللي انا بدخل من خلال الرحم فيبقى ده المنظار الرحمي. بيبقى بدخل وفي كاميرا وبتسجل لي بعد كده ان انا اشوف، وفي الاتي في قنوات لدخول الات على سبيل المثال. برضو انا خدها خطوه خدها يا دكتور كده بعد اذن حضرتك هنتكلم الاول باستفاضه كده بس يا ربنا يبارك لنا في وقت الحلقه عن المنظار البطني ودوره وبرضو الاشعه البنفسجيه، هل برضو بيكون لها يعني بتغني عن منظار البطن؟ يعني انا كده حضرتك تقول لنا الاستفاضه للمشاهد. تمام. المنظار البطني بالنسبه لنا في حالات الحقن المجهري بعض السيدات تقول انا خلاص انا ما انا قالوا لي ان انا حاله حقن مجهري. اولا في حالات انا ممكن لما اقرا الداتا كويس بتاعتها واشوف تحاليلها واشوف امورها كويس واقرر ليها انها تعمل منظار بطن، انا ممكن اعمل لها منظار بطن وتكون حالتها تسمح بان هي هفك لها بعض الالتصاقات، هحل بعض المشاكل البسيطه والحاله اساسا تتحول لحاله حمل طبيعي اصلا، ومش هتبقى حاله حقن مجهري وتبقى بتحمل مره واثنين بالظبط وتبقى بتحمل حالات طبيعيه يعني جدا. ممكن ده فعلا بيحصل يا دكتور بفضل طبعا ده كده وفضل الله طبعا بالظبط. ده في مثلا زي في الحالات اللي هي بيبقى فيها التصاقات بسيطه حوالين الانابيب بين الانبوبه والمبيض، فبالتالي انا لو فكيت الالتصاقات البسيطه اللي في السكه بالظبط لكن طبعا عادي بقى لكن لو طبعا لو الحالات الالتصاقات دي في الانبوبه نفسها او سد الاهداف بتاعتها او عامله كده، لا مش هي دي الالتصاقات اللي بنتكلم عنها انها تسمع كده. في كمان ان انا اشخص المشكله. انا ممكن يكون عندي في بطانه رحم مهاجره ويكون الحالات دي محتاجه اجراءات معينه وعلاج معين، اكياس شوكولاته او ان انا ادي ادويه علشان تعمل تثبيط للبطانه رحم المهاجره قبل ما ابتدي اجراءات الحقن المجهري. اعالج كيس شوكولاته حجمه كبير وممكن يعيق معايا عمليه الحقن المجهري، فانا لازم اعمل معلش يا دكتور برضه النقطه دي حضرتك توضحها لنا، ايه كيس شوكولاته برضه عشان برضه الساده المشاهدين يبقى عندهم كيس الشوكولاته ده كيس بيكون على المبيض بيبقى نتيجه حاجه اسمها بطانه رحم مهاجره. بعض الناس بيكون عندهم خلايا في الاماكن الغير الطبيعيه ليها. بطانه الرحم الطبيعيه مكانها في الرحم ودي اللي بتبطن الرحم علشان تستقبل الجنين كل شهر، ولما حصلش حمل بتنزل في صوره الدوره الشهريه. بعض الحالات بسبب لنظريات عديده ما فيش سبب محدد علميا واضح ليها، بعض الخلايا دي بتتواجد على المبيض وبتكون كيس على المبيض، والكيس ده بيبقى جواه خلايا زي البطانه، فبالتالي بيعمل كل دوره شهريه الخلايا دي بتنزل دم بس مش بيخرج بره الجسم، بيتجمع جوه المبيض وبالتالي بيعمل لي كيس، والكيس ده كل ما يكبر عند احجام معينه بيبتدي ياثر على المبيض نفسه وعلى مخزون المبيض وبيبتدي ياكل من مخزون المبيض بتاع الست. عند مرحله معينه مش صح ان انا اعمل الحقن المجهري والحجم الكيس ده حجم كبير، لازم نعالجه الاول بالظبط يعني، فلازم اقيم هل الكيس ده هيضطر ان انا اعمل له منظار بطني واشيله. وبعض الحالات لا بيبقى عندها الكيس الشوكولاته ده، بس عشان كلامي ما يتفهمش غلط، من بعض الناس بيبقى عندها فعلا كيس الشوكولاته واحنا شايفينه واقول لها لا حالتك مش حاله منظار بطني علشان ما ينفعش ادخل على الكيس بالحجم ده وهو مش هيعمل شغل. في حالات لا في حالات هو كيس الشوكولاته اللي على المبيض حله لو ليه حل جراحي هيبقى عن طريق منظار البطن. لان الوصول للمبيض ما بنقدرش نوصل له عن طريق منظار الرحم، منظار الرحم بيبص داخل تجويف الرحم فقط لكن ما بيقدرش يبص على كامل الانبوبه ولا على المبيض. ده دور منظار البطن. منظار البطن اللي بيدخل عن طريق البطن بيبص على الرحم من الخارج، ما يقدرش يشوف تجويف الرحم من الداخل لكن يقدر يشوف عندي الانابيب ويقدر يشوف المبيض. فمنظار البطن خاص بتشخيص مشاكل مبيض زي تكيسات مبايض، زي اكياس على مبيض، التصاقات في الحوض ما بين الانابيب وما بين المبيض وحلها، مشاكل في الانابيب زي ارتشاح في الانابيب، التهاب في الانابيب، في اورام ليفيه على في الرحم، دي الحاجات اللي اقدر ان انا اشوفها بمنظار البطن. غير ذلك كل ما يتعلق بتجويف الرحم ده دور ان شاء الله منظار الرحم. طب يا دكتور برضو هل منظار البطن يا دكتور بينقص من مخزون المبيض؟ كويس انك سالت السؤال ده. من اكتر الاسئله اللي كمان ساعات للاسف ساعات بتخوف الستات ان هم يعملوا منظار البطن رغم ان هم محتاجينه. بيقلقوا منه يعني. سوء السمعه ده جاي من ان هو كان زمان
كان حالات تكيسات المبايض او العمليات اللي ممكن تتم في المبيض، ازاله كيس او اي حاجه زي كده، طبيعي ان الدكتور كان بيقول لها ان لما المس المبيض يعني في عمليه تخص المبيض عن طريق منظار البطن، فدي بيبقى الدكتور بيقول للسيده ان احنا ممكن ان المخزون يتاثر. لكن لو انا منظار البطن داخله علشان احل التصاقات في الحوض، لو انا داخله علشان خاطر افصل انبوبه فيها ارتشاح، يبقى انا مش هقرب من المبيض، يبقى انا كده مش هقلل المخزون ولا هقرب من المخزون مش هاجي جنبه. فالناس اختلط عليهم الامر ده يا دكتور، يفكروا ان هو ممكن لو دخل يعمل معاهم بالظبط. وفي بعض الحالات هو الدكتور كيس اللي هو الشوكولاته، كيس بطانه الرحم المهاجره اللي على المبيض، ممكن يكون واصل لدرجه هو اوريدي خلاص بقى بيأثر وبياكل في المخزون، وحجما كبير، ولازم الدكتور يدخل. فهو هيدخل وهيتعامل بتكنيك صح، بتكنيك ادق، تكنيك ان هو ما بيقربش من جدار الكيس ده على قد ما يقدر بان هو يقرب للمبيض، يعني يتعامل باقل شيء ممكن بحيث انه يحاول يحافظ على المخزون على قد ما يقدر. وطبعا دي بتبقى تقنيه شويه محتاجه مهارات خاصه. ما شاء الله يا دكتور. طب نستأذن حضرتك نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. اتفضل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مع ضيفتي اللي منورانا ومشرفانا النهارده الاستاذه دكتوره منى راغب، استشاري الحقن المجري والنساء والتوليد. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن هل الاشعه البنفسجيه بتغني عن منظار الرحم، فهنكمل السؤال مع حضرتك يا دكتور فتجاوبينا بعد اذن حضرتك. كتير من الناس بيسالوا على ان هي عملت اشعه بالصبغه، وان هي يعني خلاص يا دكتور هل كفايه ان انا عملت اشعه الصبغه، انا كده مش محتاجه ان انا اعمل منظار البطن قبل الحقن المجهري، او انا كده خلاص اكتشفت كل المشاكل اللي عندي ومشاكل تاخر الانجاب. الحقيقه للاسف اشعه الصبغه دي اشعه ترجيحيه، دايما انا بقول عليها مش اشعه تشخيصيه خالص. هي دكتور ما بتغنيش، يعني هي ما تغنيش عن المنظار، لان اشعه الصبغه أشعة بتخلي أنا بجيب الجسم كله بخليه في ورقة، وبالتالي أن أنا ممكن بعض الصبغات تيجي فوق بعضها فتديني صورة مخالفة للحقيقة. أحيانا بيكون في بعض انقباضات في الرحم، فأظن خطأ أن الأنابيب مفتوحة وهي حقيقي مش كده، ممكن اتخيل ان في التصاقات في البطن والحقيقه مش كده، ممكن اتخيل ان الصبغه اترصت بشكل معين. ما بتوضحش برضو يعني بالدقه يا دكتور زي المنظار. بالظبط. في بعض في بعض الاشعاعات بتبقى بالنسبه لي كدكتوره خلاص لا واضحه والامور فيها اقدر ان انا اقول تشخيص محدد. انما اشعه الصبغه دي بقى التوه يا دكتور، تبص تلاقي 100 مشكله قدامك. ما بعض الحالات بعض الحالات بيبقى اشعه الصبغه فيهم مش ما تديكيش قرار كامل ولا قرار اكيد. في اشعات طبعا بتبقى واضحه القرار فيها ويبقى واضحه منها ان الوضع كذا. اشعه الصبغه بعضها بيبقى لا مش واضح، بنقول للسيده كده نقول لها انت الاشعه بتاعتك عليها علامات استفهام، في ممكن يكون كذا او كذا، ممكن الصبغه دي حوالين الانبوبه مش داخل الانبوبه، الانبوبه دي ممكن ما يكونش فيها ارتشاح رغم ان اشعه الصبغه بتشكك في ان فيها ارتشاح او ان هي من بره. فبالتالي احنا بنراجع طبعا اشعه الصبغه، مش بنكتفي بالتقرير خالص المكتوب، لان يعني ساعات بيبقى لنا راي مختلف عن يعني الدكاتره بيبقى على حسب خبراتهم وشغلهم وان هم اشتغلوا وشافوا قد ايه حالات على الطبيعه فيقارنوها باشعه الصبغه. فلا هي مش كفايه، ما تغنيش عن ما تغنيش في بعض الحالات بتبقى تشخيص واضح، وفي كتير من الحالات بتبقى لا مش يعني تشخيص مش دقيق خالص. يعني الاقليه يعني يا دكتور يعني مش كل الحالات. بالظبط، هي مش كل الحالات. في بعض الحالات لا، منظار البطن بيديني رؤيه مختلفه خالص عن اللي كانت في اشعه الصبغه. طب برضه يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك مخاوف وبيحصل مضاعفات للمنظار البطني، لان في ناس برضه كتير بيخافوا منه وبيقلقوا منه المنظار البطني بالذات. كويس يعني تطرقنا للنقطه دي، لان فعلا في بعض الستات لما بنبدا نتكلم معاها في المنظار البطني وان انا محتاجه كذا وكذا تقول لي لا واصل كذا وفلانه وحصل وكذا. ايوه بقى عيبنا يا دكتور ان احنا بقى نقول لك اصل فلانه قالت لي اصل دي قالت لي، المفروض نتجه على طول دايركت للدكتور هو اللي يوجهنا مش احنا نسمع من بس طرف آخر. يعني انا ساعات بعذر بعض الحالات لما تحكي لي عن مشكله مثلا كانت حصلت مع واحده هي ما عارفاها. هنا بقى دور التطور التقني، المناظير اتطورت كتير جدا، فكون ان انا اختار مبدئيا مستشفى امكانياتها
تسمح لي ان انا اقيم المنظار بالشكل السليم. مش اي ترابيزه عمليات في اي مستشفى بتسمح هتدي ان انا الصح. لان الحاله بيبقى لها نومه معينه وترابيزه معينه تسمح ان الحاله تنام في وضعيه معينه تخليني اتمكن. الجوده برضو يا دكتور، الجوده في استخدام كل جهاز بالظبط من اول ان انا بتكلم على السرير مش على الالات. ان انا السرير ده يسمح لي ان انا احط العيانه في اوضاع معينه تسمح ان انا بالالات بتاعتي اشتغل بجميع الاتجاهات والزوايا اللي انا محتاجاها في الحاله دي ولا لا. دكتور التخدير معايا هل هو ذو كفاءه؟ التفاصيل يا دكتور، في ناس كتير جدا ما يجيش في بالهم حتى يعني الموضوع سريع عن حضرتك ده. ما هي في بعض الحالات تقولي لا طيب مثلا يعني لا احنا يعني في بعض الناس عايزه ان هي تتخيل انها ممكن تعمل المناظير البطن بصوره معينه في بالها او تكلفه مثلا معينه او حاجه زي كده. لا في حاجات ما اساسيه، هي مشكله يا دكتور لو كانت اقل من الجوده هتدي نتيجه عكسيه. بالظبط احنا كدكاتره احنا ما بنحاولش ابدا ان انا اخلي شيء يبقى صعب على الحاله ان هي تقدر تعمله ماديا. بس في لازم انت في حاجات بتبقى غصب عنك بس لازم عشان تدي نتيجه مهم جدا. يعني مهم جدا ان الالات تكون الكاميرا ذات جوده كويسه. الالات ذات كفاءه عاليه علشان خاطر اقدر ان انا اعمل كل الجراحات المطلوبه للسيده دي. فبالتالي تاخد الخدمه صح من الحال. لازم طبعا ان الدكتور بالخبره بتاعته ان هو بيشتغل في سيت اب كويس وان هو يكون التيم الطبي تيم طبي كامل صح علشان يبقى عارف ان هو ما يعملش مشاكل في الامعاء ما يعملش مشاكل في المثانه. النهارده يا دكتور معلش يعني اسفه انا هقطعك بس بيقولوا لي الوقت مش بقول لحضرتك الوقت بيجري بسرعه. هنتكلم كده وان شاء الله نبقى نكمله في حلقات بعد كده باذن الله. عن سريعا كده برضو المنظار الرحمي ندي نبذه عنه بسرعه كده، ايه هو ودوره في الحقن المكان. تمام. احنا المنظار الرحمي ده بالظبط كده بيبقى جهاز بكاميرا بتدخل من طريق الرحم من غير فتحات خالص في البطن. اوكي. ففي عندنا منظار رحمي بيبقى علاجي ان انا لا داخله بجهاز معين لامكانيات ان انا اشيل حاجز اشيل ورم ليفي اشيل اعمل فك التصاقات شديده او حاجه زي كده. وفي مناظير رحميه تكون القدر بتاعها اصغر علشان خاطر اقدر ان انا احط نتيجه واقدر ممكن ان انا اعملها في العياده بدون بنج واقدر ان انا احل زي اللحميات زي الحاجات البسيطه دي للسيده. والله يا دكتور انا مش عارفه يعني انا بقاطعك يعني هم قاعدين يقولوا لي الوقت خلص من ساعتها بس انا بكمل مع حضرتك. فان شاء الله نكملها تاني مع حضرتك في حلقات قادمه باذن الله باستفاضه اكتر طبعا ان شاء الله. نورتيني النهارده يا دكتور. مشاهدينا بنشكر ضيفتي الجميله اللي منورانا النهارده صاحبه الاسم الكبير والايد الماهره جامده جدا الاستاذه الدكتوره امل راغب استشاري الحقن المجهري ودبلوم الحقن المجهري من مستشفيات بالمرجان. وشرفتينا يا دكتور. شكرا لك كل مشاهدينا حبيبه قلبي. شكرا لك كل مشاهدينا وكانت معكم نيرو الخولي في امان الله.